السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار سادسة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. نبدأ بأبرز العناوين. الأمانة العامة لمجلس النواب تضع خطط برامج تدريبية شاملة لسادة النواب بعد الانتخابات وقبل بدء الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس. وزارة الصحة تقيم المنتدى الطبي الأول لأمراض الجهاز الهضمي للاطلاع على آخر التطورات في مجال تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي والسمنة. ودعوة لسرعة اتخاذ الإجراءات التنظيمية وتفعيل القانون وتعزيز عملية الرقابة والتفتيش على الصيد البحري واستنزاف المخزون السمكي. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. تعقد الأمانة العامة لمجلس النواب في مطلع شهر ديسمبر المقبل دورة تدريبية حول أفضل الممارسات للتعامل مع مهام التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، بهدف إطلاعهم على آلية العمل الرقابي والتعاطي البرلماني مع تقارير الديوان. وقال الأمين العام المساعد لشؤون اللجان والجلسات والدعم النيابي بمجلس النواب إن الأمانة العامة وضعت خطط برامج تدريبية شاملة لسادة النواب سيتم ترشيدها مطلع ديسمبر القادم قبل بدء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس. أقامت وزارة الصحة عمل المنتدى الطبي الأول لأمراض الجهاز الهضمي والسمنة بمشاركة خبراء ومتحدثين من داخل البحرين وخارجها لمناقشة أهم التطورات في مجال تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي والسمنة. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. شارك في أعمال المنتدى الطبي الأول لأمراض الجهاز الهضمي والسمنة 18 خبيرا من داخل المملكة وخارجها يستعرضون أهم المستجدات في مجال تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي والسمنة، كما يشتمل برنامج عمل المؤتمر على عدد من ورش التدريب العملي إلى جانب المناقشات العلمية المفتوحة بين الخبراء والمشاركين، والذين تجاوز عددهم 200 مشارك من المؤسسات الطبية في القطاعين العام والخاص. احنا نفتخر في البحرين ان هالشكل مؤتمر يصير، لان هذا المؤتمر معني بامراض الجهاز الهضمي والسمنه، وفي خبراء من العالم جايين من اوروبا لمناقشه هذه الامور مع الاطباء البحرينيين وتقديم الخبرات الجديده المتوفره عالميا. الامراض اللي تتعلق بالجهاز الهضمي من اكثر الامراض شيوعا في العالم، والسيطره عليها جدا مهم. يعد المؤتمر عملا مميزا يرتقي بمستوى المعرفة الصحية حول أمراض الجهاز الهضمي والسمنة وأسبابها وكيفية التعامل الناجح معها، مع الإلمام بآخر المستجدات العلمية والخبرات العالمية مما يسهم في خفض نسبة المضاعفات. فالهدف النهائي أن احنا أولا نوصل الأطباء إلى أعلى درجة من العلم والخبرة والقدرة العملية والعلمية، ان هم في النهايه بيخدمون المجتمع البحريني، فلازم يكون على هالمستوى الراقي حتى من واقع كفاءتهم وامكاناتهم العلميه والعمليه يقدرون يقدمون خدمات يعني ذات جوده عاليه، ما تكون خدمات عاديه. الطب الحين تغير، مو طب مجرد دكتور عنده سماعه وبس يحط السماعه على صدر المريض يقول خلاص انت فيك شيء ولا ما فيك شيء. تولي مملكة البحرين اهتماما منذ بدء نهضتها الحديثة بضرورة جودة الخدمات الصحية، وأن تحسين هذه الجودة من خلال التطوير المستمر للكادر الطبي والصحي واعتماد أحدث التقنيات العلمية المعاصرة في العلاج. تعتزم شركة مطار البحرين تسليط الضوء على آخر تطورات برنامج تحديث مطار البحرين الدولي أمام أهم المحافل الدولية للملاحة الجوية، وذلك في النسخة الخامسة لمعرض البحرين الدولي للطيران 2018 والذي يقام تحت رعاية ملكية سامية. وتتزامن نسخة هذا العام من معرض البحرين للطيران مع أحد أهم الإنجازات الجديدة لبرنامج تحديث مطار البحرين الدولي، إذ أنه من المقرر إنشاء مجموعة من المشاريع الاستراتيجية والامتيازات الرئيسية في مبنى المسافرين الجديد خلال الفعالية.
بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مع ممثلي مجموعة من الشركات الرائدة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. السادسة مستمرة وفيها بعد قليل. تدشين ألبوم أغاني المرأة البحرينية للفنان مبارك نجم ضمن مهرجان البحرين الدولي للموسيقى 27. طلب عدد من الخبراء والمعنيين بسرعة اتخاذ الإجراءات التنظيمية وتفعيل القانون وتعزيز عملية الرقابة والتفتيش على الصيد البحري واستنزاف المخزون السمكي بفعل الصيد الجائر والقيام بممارسات سلبية خاطئة من شأنها إلحاق الضرر بالبيئة البحرية ممثلة في عمليات الصيد بشباك الجر القاعية، فضلا عن استخدام طرق صيد جائرة أخرى. ويشكل التأخر في اتخاذ تلك الإجراءات تحديا أمام وقف التدهور في المخزون السمكي، بما يعني أن المعالجة سوف تكون في المستقبل أصعب وذات تكلفة أعلى. هذا وكانت دراسة حديثة قد أثبتت أن المخزون السمكي أصيب بتراجع حاد يقدر بحوالي 90% مقارنة بما كان عليه قبل سنوات قليلة. وأشارت دراسة إلى أن المخزون المتبقي قابل للتراجع بشكل متسارع ما لم تتخذ إجراءات تنظيمية عاجلة للحد من الاستنزاف الذي تشهده ثروتنا البحرية. نظم نادي الإعلام الاجتماعي بالتعاون مع جمعية البحرين لمكافحة السرطان فعالية توعوية حملت شعار تستحق الصحة، وتهدف الفعالية إلى التوعية بسرطان الثدي ورفع مستوى الوعي بأسبابه ومسبباته، الأمر الذي من شأنه أن يسهل سبل الوقاية والعلاج كضرورة وأهمية الكشف الدوري واتباع أنماط غذائية وصحية سليمة متوازنة. كما اشتملت الفعالية على العديد من القصص الشفاء والكفاح الملهمة لناجين من المرض وتجارب مقاومتهم الإيجابية والمحفزة للكثيرين. ضمن فعاليات مهرجان البحرين الدولي للموسيقى 27 تم تدشين ألبوم أغاني المرأة البحرينية الشعبية للدكتور مبارك نجم بالتعاون مع مكتب صاحبة السمو الملكي الأميرة سمبكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عهد البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. بطابع بحريني شعبي جرى تدشين ألبوم أغاني المرأة البحرينية الشعبية للدكتور مبارك نجم، وذلك ضمن فعاليات مهرجان البحرين الدولي للموسيقى 27 الذي تنظمه هيئة البحرين للثقافة والآثار. والله وطبعا الألبوم يعني يحتوي على 10 أغاني من الأغاني البحرينية القديمة الشعبية. أنا تناولت تناول أوركسترالي بمستوى طبعا مختلف، وخدت الأغاني هذه الشعبية كمادة لحنية وأنا صغت عليها كثير من التنويعات والألحان الموسيقية اللي مستمدة من هذه المادة اللحنية. وطبعا ذي الألبوم ألبوم يعني الأوركستر اللي فيه أوركستر محترف، أوركستر بلغاري سيمفوني اللي قام بإداء هذا العمل. ويقدم الألبوم عددا من الأغاني التراثية البحرينية التي دأبت المرأة قديما على ترديدها، وتعتبر من ملامح الموروث الصوتي الغنائي لمملكة البحرين. هذا العمل عمل ضخم وعمل كبير، ولولا حقيقة يعني وقفة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة سيدي حضر صاحب الجلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، لما رأى هذا النور دعمها السخي ووقفته معي لتنفيذ هذا المشروع إيمانا منهم ومنا جميعا بالمحافظة على الموروث البحريني الجميل والغناء البحريني الجميل،
والغناء النسائي بصورة خاصة. ويعد دكتور مبارك نجم أحد أبرز الملحنين في البحرين والعالم العربي، ومن أعلام الموسيقى الشعبية في الوقت الحاضر، وله مؤلفات موسيقية وأوراق أكاديمية كثيرة في هذا المجال. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. ونتابع في السادسة غدا. لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين تطلق النسخة الثانية من جائزة البحر للمنتج الغذائي المتميز. وبهذا وصلنا لختام أخبار السادسة، دمتم برعاية الله تعالى وإلى اللقاء.